أهلا وسهلا بكم في مسلسل حورية البحر الحلقة الأولى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد. في يوم من الأيام في قاع البحر كان هناك عروس جميلة تدعى ميا. أرادت في يوم من الأيام أن تخرج إلى السطح لترى ماذا يوجد. كانت تعيش في البحر بسعادة وهناء. ذات يوم وهي تصعد إلى السطح، فجأة وجدت شبكة فبدأت تلعب بها، وإذ بها تسحبها الشبكة وتأخذها إلى مكان آخر. فماذا حصل لها؟ وإذ بها وقعت في شباك أحد الصيادين. خافت ميا كثيرا مما حصل لها وماذا قد يفعل بها الصياد، فأخرج سكينا وأراد أن يمسكها بها، ولكن انقطع الحبل وهربت ميا ورجعت إلى البحر. ولكن لسوء الحظ سقطت قلادة ميا وحصل عليها الصياد. حزنت ميا كثيرا على قلادتها وأرادت أن تحصل عليها، وفكرت في طريقة من أجل أن تحصل عليها مرة أخرى. فماذا فعلت؟ وجدت ميا طريقة، وهي أن تتحول إلى إنسانة بشرية وتذهب إلى المدرسة التي يدرس بها الفتى وتحصل على القلادة التي أخذها منها. والآن ستتحول ميا إلى إنسانة بشرية. يجب عليها أولا أن تتخلص من الزعانف التي معها التي ترتديها. فسنخلط مجموعة من المكونات ستساعدها على التخلص من الزعانف التي معها. أضفنا المكون الأول والثاني، وها نحن نضيف المكون الثالث. سنحرك المخلوط ونضعه بزجاجة، ثم نضعه على مياه. سنضعه على مياه. أوه، لقد أصبح لديها قدمان حقيقيتان كالإنسان البشري. بعدها الآن ستتخلص من قشور السمكة الموجودة على أقدامها. سنتخلص منها واحدة تلو الأخرى. إنها تتألم، ولكن يجب عليها أن تستعيد قلادتها البشرية. تقوم الآن بتنظيف بشرتها من البقع الموجودة عليها. إنها بثور كثيرة، يجب أن تقوم بتنظيفها. ها هي تخلصت من تعقيمها وإزالة البثور. بقي عليها الآن أن تقوم بإزالة آثار البقع الموجودة عليها. الآن ستقوم بوضع كريم من أجل أن تتخلص من البقع الموجودة على بشرتها الجميلة. ها هي تتخلص منه. قد انتهينا. الآن تقوم ميا بتغيير ملابسها. أوه، لقد أصبحت جميلة. يجب على ميا الآن أن تقوم بتجهيز نفسها من أجل الذهاب للمدرسة. وهي تفكر ماذا تفعل، ماذا تحضر، فجأة رن هاتفها، وإذ بها أمها.
تريد أن تطمئن على حالتها وأن تطمئنها وأن تقول لها أدرسي واهتمي بدروسك وانتبهي على نفسك. فكانت ميا مطيعة وأطاعت أمها ووعدتها أن تكون مجتهدة ومرتبة وتنتبه على نفسها. الآن ستختار ميا ما ستضعه داخل حقيبتها من كتاب وحذاء قلم مفتاح جوال منشفة الآن أصبحت الحقيبة جاهزة لتضع فيها كل ما تريد. أصبحت الآن جاهزة ميا من أجل الذهاب إلى المدرسة. أعجبت ميا كثيرا بمنظر المدرسة وأحبتها كثيرا، وبدأت تفكر في الشخص الذي أخذ منها القلادة من أجل أن تبحث عنه. رحبت بها المعلمة كثيرا، وفرحت ميا كثيرا بترحيب أصدقائها بها وبترحيب معلمتها بها. سألت المعلمة من يمكنه أن يكون في فريق مع ميا. أجاب أحد الطلاب بأنه سيكون رفيقا لها واسمه عدنان. فرحت ميا كثيرا بهذا الشيء، وفجأة وهما يجلسان في مختبر العلوم قامت ميا باللعب في المواد الكيميائية الموجودة في المختبر، فانفجر في وجههم وقد حماهم الله من أن يحصل لهما شيء. فكان يجب عليهما أن يقوما بتوظيف المكان قبل أن يأتي المعلم، فبدأوا بإطفاء النار الموجودة من أجل ألا يحترق المكان. بعدها سيقوم بإخفاء البقع الموجودة على وجوههم ومسحها بالمنشفة. ثم بعد ذلك سيقوم بشفط الرائحة الموجودة في المختبر. بعدها سيقوم ورش رائحة جميلة. بعدها سيقوم بلم القاذورات والزجاج المرمي على الأرض ووضعه في سلة القمامة. وآخر شيء يفعلونه هو تغيير القارورات الزجاجية ووضع كل مكان فيها مكانه. أصبح كل شيء جاهزا الآن. الآن يريدون أن اللي هو يتغدوا ويتناولوا الطعام، فيفكرون ماذا يأخذون. فطلب عدنان تجهيز بيتزا، أما ميا طلبت سلطة، وأرادوا من أجل أن يتحلوا كوكيز. بدأ المطعم بتجهيز طلباتهم لهم. Thank you.
Let's cut the ingredients first. أصبح كل شيء جاهزا الآن. طلب عدنان البيتزا، أما ميا فطلبت السلطة. طلب عدنان الكوكيز ولكن ولم يتبقى لميا، فقام عدنان بإعطائها لها. وفجأة وهما يلعبون في ساحة الرياضة أصابت ميا رأسها. أخذها صديقها عدنان إلى مستشفى. وهنا تعالجا. أولا قامت بمسح دموعها، ثم بعدها قامت بتصوير يدها، وكان يوجد كسر فيها. وضعت الثلج على رأسها من أجل تخفيف الورم الموجود في رأسها. أما آخر شيء ستقوم بمسح وجهها من البقع الموجودة عليه وعلى جسمها. آخر شيء تفعله أن تقوم بخياطة الثوب الذي عليها. بعدها أراد صديقها عدنان أن يقوم بإيصالها لمنزلها، ولكن فجأة سقطت الأمطار بغزارة. أرادوا أن يستعجلوا بعضهم من أجل الذهاب للمنزل. وهنا تذكرت أنها تتأقلم مع الماء، وبدأت تظهر الزعانف على رجلها. ولكن وهنا انتهت.
الحلقة الأولى. هل يا ترى سيكشف سر ميا بأنها عروسة بحر؟ لمعرفة الجواب لا تنسوا مشاهدتنا ومتابعتنا على قناتنا ومشاهدة الحلقة الثانية.